ليلة لو باقي ليلة بعمر أبيه الليلة وأسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر هي ليلة عمر ليلة لو ألف ليلة أروح واجيب لك بليلة بالشطة وتقول حليلة بالخل والحمر بالخل والحمر يا الله الشطة يا ليت كانت دليلة أحلم أحلم بالكبسة وهي عندي مرتزة وضرب لآخر الزوهي كبسة عمر هي كبسة عمر زيتي فولي ثومي وعدسي بصلي جرجيري خسي وبجلي زيتي وفولي ثومي وعدسي بصلي جرجيري وخسي كلها في البطن كلها في البطن كلها في البطن كلها في البطن خير شو صار معي؟ كنت راكبة على الخيل وفجأة هيك رماني طبشني على ظهري عن جد وعلى راسي كتير 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 تعورت كتير قهرني قهرني انا ما عملت له شيء ليش هيك عم يعمل فيه خرب مكياجي ايه قهرني قعدوا نص ساعة عم بيحاولوا يصحوا فيه ما قدرت عن جد شعري كله بوبو تيابي كل شيء كل شيء خرب قهرني بس ارجع المرة الجاية رح اسفقه على وشه ما عملت له شيء قهرني 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 شو السالفة اللي بان؟ ازل اخوي اهلا بكم في مسابقة اطلق ندل من المعروف أنكم أكبر أندال بالدنيا من يصل أولاً إلى خط النهاية قبل أن يلمحه الشيخ دقوس يفوز بجائزة المليون واللي ما يوصل خط النهاية وش يصير له؟ هيا نبدأ يقول يا خوي أسلم ركز معي وبنفوز على الدلوخ ذولي ها؟ بالنصيفة أزهل القهوة بالهيلي ولا بالمسمار شباب في ليمونة دخلت اختبار كم جابت نتيجة؟ كم؟ ما قلت كم عصرة من عصرة القهوة بالهيلي ولا بالمسوار؟ يس 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 فزت فزت وصلت وصلت؟ قهوة بالهيلي ولا بالمسمار